السلام عليكم، مرحبا بكم حبايبي. فيديو جديد، فيديو ان شاء الله يكون زوين ويكون مميز. غادي نشارك معكم واحد المناسبه خاصه هذا النهار هذا، حميميه ومجموعه، يعني ماشي شي مناسبه كبيره غير بيني وبين صحاباتي. فاليوم غادي نديروا سيربريز، نديروا مفاجاه لواحد الصديقه ديالنا. الصديقه ديالنا خدات الجنسيه، كان عندها الامتحان في الجنسيه ونجحت فيه تقريبا هذه واحد 4 ايام هكا ياك. فشنو المميز في الامر؟ ان انا براسي فاش خدات الجنسيه ما درت لها حفله لا والو، عادي يعني عادي شي حاجه اداريه وراك وصافي. وبزاف ديال صحاباتنا خدات الجنسيه، ولكن هاد الصديقه ديالي ماشي مغربيه وكان عندها واحد الظروف خاصه بالنسبه للوراق ديالها هنا في امريكان، لان عندها تقريبا اكثر من 20 عام هنايا. وتتعرفوا هنا فاش تتعكس شي ورقة صافي تتبقى المساطر سير واجي فسنين طويلة ويانا، والأمور ديالها محاميين والوراق ديالها كان عندها فيه مشاكل. فالمهم عاشت واحد المعاناة مع هذا الشيء ديال أوراق الهجرة، وبعد معاناة طويلة عاد خضت الإقامة ديالها، ودابا الحمد لله كملت الوقت القانوني وقدمت على الجنسية واجتازت الاختبار وخدات الجنسية. فلأننا احنا عارفين شنو كانت تتعني لها هاد الوراق ديالها، تساوب يعني تتعني لها الاستقرار، تتعني لها بزاف ديال الحاجات. فاتصلت بالبنات وفكرت قلت لهم علاش ما نتجمعوش ونديروا لها سيربريز ونحتفلوا بها ونفرحوا معها، حيت فعلا فرحنا معها بزاف. انا شخصيا فرحت لها بزاف، الله يكمل عليها بالخير. المهم جا داك الشيء هكا كي بالزربه. البارح في الليل هضرت مع البنات في الواتساب، قلت لهم شنو بان لكم، واش ما عندكم حتى شي حاجه؟ هاد السبت قالوا ما عندنا حتى شي حاجه، قلت لهم صافي على بركه الله. فاليوم السبت خرجت دابا هذا الصباح، خليت نبيله في الدار مع الدراري، خرجت فدابا غادي نمشي ندوز نحضر واحد الغرض عندي ضروري، شي حاجه غادي نديرها على ما فقت نبيله والدراري، وغادي نرجع للدار نهزهم. وعاد غادي نمشيو للسطور نشريو شي حاجه تخصني، نشري شي ديكورات اللي غادي نديكوريها بهم. المهم خليكم معايا ان شاء الله فاش نمشيو نقضي الغرض ديالي هو الاول، وفاش نمشيو للسطور غادي نصور لكم من تما. المهم غادي نديرو بليسه ديال الشاي عاديه، كاين اللي لبيتها يعني ما موجدينش شي حاجه كثيره. ما عرفتش زعما شنو البنات الاخرين غادي يجيبوا. انا غندير الدجاج، غادي ندير الدجاج مدغمر، لان صاحبتي تتحماق على جوج د الحاجات، على الدجاج مدغمر وعلى الكسكسو. فغادي ندير الدجاج مدغمر، وغادي ندير واحد، غادي نشري من مارت يتباعوا واحد الكيك بحال الكيك العجب وما صغيور تيتباعوا واجدين، فبحال هكا باش تكون يعني شي حاجه مزروبه تينفعوا ان شاء الله. غادي نوريهم لكم، غنعمرهم بكريم باتيسيا، غنشري الدراري الكاب كيك، غناخذوا البيتزا. فالمهم ليسونسيير هو اننا غادي نتجمعوا وغادي نفرحوها، لاننا حنا اصلا غادي نتجمعوا قبل ما توصل هي، وانا متفقه معاها على اساس تدوز عليا وغادي نمشيو للمول نخرجوا بجوج، فهي تدوز عليا على اساس تدوز عليا ونخرجوا. فباش تدوز عليا تلقى البنات مجموعين ان شاء الله. واخا الروينه اللي عندي في الدار، ولكن ما عندي ما ندير، يعني الا ما درتيش محاوله باش تخلقي بحال هكا صعيب تخلق هذا الجو. فإلا ما جمعتيش الناس ما عمرهم غادي يتجمعوا، فانا دائما تندير هاد المبادره ديال تنبغي نجمع البنات. ان شاء الله نتمنى تدوز عشيه زويونه، ونتمنى ان شاء الله صاحبتنا تفرح بها. وخليكم معايا غادي نصور لكم كل شيء. انا جيت خديت شي حوايج خاصيني، خديت شي ديكورات هكا اللي فيهم هاد لي موتيف ديال الدرابو ديال امريكا. هنا دابا قرب عيد الاستقلال اللي هو 4 جولاي، فهادشي موجود هادو حتى هما نفس الشكل. وبغيت نشوف شي حاجه اخرى ليها هي اللي تصور بها. شو تبارك الله موجودين الديكورات، شي حاجه ديرها فوق راسها بحال شي طريب شي بوندو بحال هكا، تجيها في التصاور زوينة. صبري فالمهم احنا تنشوفو شنو كاين.
نشوف شنو اللي غناخد. ودابا البنات غادي ندوز نوجد التسبيله ديال الدجاج. غادي ندير الدجاج مدغمر لان هاد صاحبتي هادي تتحمق على جوج الحاجات في الطبخ المغربي، على الكسكسو وعلى الدجاج مدغمر. الكسكسو عاد جات عندي البارح كلاتو معايا، فغندير الدجاج. تناخد الثومه على حسب الكميات الدجاج. عندي السمن، عندي الربيع مقطع، معدنوس، غير المعدنوس تنديرش القزبر، وعندي هنا داك الحامض مصير غير القلب ديالو، القشور خليته مزيان، وهاد القلب ديالو قطعته حتى هو صغير، غادي نديرو في التشرميلة ديال الدجاج، وغندوزو صافي هما هادو، وغندوزو دابا للتتبيلة العطرية. ندير بزار، كاين جبير، خرقوم، عندي الزعفران الحر، هنا غنعصر واحد شويه ديال الليمون اللي ما تيبغيش يديرو ما يديروش، حامض زعما صافي بركه. غنزيد اخر حاجه الملحه، الملح ديروها على حساب ان راه الحامض مالح. نزيد واحد شويه الماء، الزيت ما تنديرهاش دابا لان الزيت ما تخليش الدجاج او اللحم او اي حاجه تشرب الشرميله ديالها. ودابا غادي ناخذ الدجاج ديالي، وغادي ندير هاد الشرميله هادي، ندير خدمه المعاكي، ما بغيتش يدي يدارو لي بالخرقوم. واقيلا لابد. البنات غادي ندوز نصاوبوا واحد الكيكات المول العجيب ساهله مهله بالفلان. غادي نديرها ديال الشوكولات باش نبدل شويه النكهات. فعندي جوج البيضات، نقرب لكم نبيله لا تخلطها، عندي جوج البيضات، غادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الحليب. هاكي الحليب صافي، جوج بيضات، نص كاس الزيت، نص كاس الحليب، ولكن يكون عندكم المول صغير حيت كاين واحد المول العجيب تيكون كبير بزاف. انا هذا القياس ديال على حساب المول الصغير. وغندير جوج معالق كبار ديال الكاكاو، هاكي ها هو الكاكاو. عامرين ولا عامس؟ عامرين. جوج معالق كبار ديال الكاكاو، وغندير خماره وجوج كيسان ديال الطحين، وصافي هذه هي المقادير ديال العجينه. خلطي هادو عاد ديري الخميره. الخميره تنبقى ديريها مع الطحين. وأرزة هذه؟ لا صافي، مادام ندير فيها الكاكاو ما يحتاجش نسمط أرزة. صافي غادي نخلطو مزيان، وندوزو نزيدو الطحين والخميره.
هاي ها تفننتي علينا فهاد الوقت. انا ليه ما تبغيش تخرجي المواهب الدفينه؟ تم غنفاجئكم. هادو البنات غادي نعمرهم بالكريم باتيسي، غندير فيهم لي فخوي هادو اللي قلت لكم ديال المول العجين. هادو زوينين و تينفعو هكا شي حاجه بزاف. راه تلقاو مع البنات في المارت جهه البيكري، زوين فيهم النكهه ديال الفاني والعجينه ديالهم زوينه ومفشفشات تذوب في الفم. مفشفش تيجيو ساهلين، تيعتقوا الموقف كيف ما تنقولوا. غادي نعمرهم بالفريز وشويه ديال البلو بو. دابا البنات غندي الكريم باتيسيير باش يطلع على البوطه. درت هنايا 300 مللتر الحليب، ما درتش بزاف لان ما نحتاجش نسطرو كامل. درت 100 مللتر الحليب، درت فيه 3 ديال المعالق ديال السكر وجوج معالق ديال كريم باتيسيير ديال الباودر هذه ديال ايديال. فغادي نخلطهم مزيان نديهم دغيا يطلعوا على البوطه، وعاد غادي ندوز نبدا تنعمر هذا. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا تصوري صافي. واو ما شافو معاك تصور بصح. هي وانا كنهضر كبانت لك تتهضري، ما بانلكش هادشي اللي فاضلي. انا نعمرها قلتينا انا على قلتين انا نعمر. يلا ما تعمرهاش بزاف، شوفي هاد الاولى عمرتها بزاف اكثر من القياس. غنديرها ديك في الفران توريها لهم بعدا صافي. هذه دابا غنديروها في الفران. درت لها شويه ديال اللوز ايفيلي لتحت باش يجيك الزواقه. ودابا حنا كنعمرو هاد الكيكات الصغيورين لا كريم باتيسيير. وصافي دابا كي دايرين البنات اش كتعاودوا كي دوزتوا العيد؟ انا خدمت في العيد، كنت خدامه. سولوني عليك في العيد، سول عليهم الخير. كنت خدامه مالوغوزمون، ولكن انت تعوضي. انت عيد اخر اليوم ماشي مشكل. وحنات ليا صفاء الحنينه ما تشوفش كتبان لكم ومشات الحنينه مشات. المهم باقي الاطا شوفوا البنات الفريز كيفاش قطعتو. استسمح اوكي، خليت كل فريزة صحيحة وقطعتها طرونش وغادي نزوق بها شوية. زوينين كنت باغا نجيب الكيوي ساعة نسيت. صافي دوزتينا فيك هاكا مزيان صافي. دابا البنات خديت هنا 3 المعالق كبار ديال السكر، غادي نزيد عليهم السطرو ديال الحليب، وغادي نزيد معاهم جوج باكيات ديال الفلون ديال الشوكولاط مع هاد السكر والحليب، وغنديرهم يغلاو حتى يبداو تيتقالو. فاش غنحيدهم غنزيد عليهم واحد الطانيط ديال الشوكولاط وطريفات ديال الشوكولاط يذوبوا فيهم. المهم هادو اختياريين، ولكن تيزيدو تيبننوا هاد الكريم هذا. ما بغيتوش ديروا الشوكولاط ودانيط فديروا غير الفلون. انا تندير جوج باش يجي شاد راسو ونسطرو الحليب. صافي البنات من بعد ما صافي سخن داك الفلون ديالي انا درتو مخليه هنا يشد راسو شويه. غندير له واحد الكركاعه في الوسط وغادي ندخلو للثلاجه يبدا تيبرد. الدجاج ديالي راه طاب، انا درتو في الفران يبدا تيتحمر، والدغميره ديالو خليتها شويه على البوطه. صافي راه نشفات فتنظن راه واجده. دابا عندي البنات صاحبتي جزائريه مسكينه جابت الديسير وجابت لنا الصودا، جابت لنا المناضه ديال الجزائر حمود
فغادي ندوز نغسل الديسير ونبدا نرصيه. صاحبتي الاخرى غادي تجيب لنا غادي تجيب الشلاضه، غادي دير واحد الشلاضه كبيره وتجيبها وصافي، وعاد نتسناو مولات المفاجاه اللي غدوز عليا باش نخرجوا زعما كاينه. فخص البنات يوصلوا قبل منها وعاد ان شاء الله نبداو. غادي ندير دابا الخروه اللي كتشوفوا راه العافيه تتبان شاعله، تنسخن الفحمه باش نطلق الخيره كيف العاده. صافي البنات، علقت هاد الطويكرات هنايا في الشراجم غير خفيفين، فيهم داك فيهم ديك النجمه بالالوان ديال الفلاغ ديال امريكا، وصافي البنات هما على وصول. غادي ندوز نطلق شويه ديال البخور كيف العاده، تنظن صافي كل حاجه راها واجده. نطلقوا الخيره ديالنا انا نفسي. غنبداو البنات بالشليضه، هي هذه اللي قلت لكم غادي تجيب صاحبتي. درت شويه ديال التشيز وبطبيعه الحال الزيتون والمخللات. فهادي الطبيله ديالنا حمدي راه ديما زعلان. لا زعلتو بتجي الغيره من جابتها عندك السياره قاعد تقول لي اميره شوفي. لا هو بتجي الغيره علشان صاحبتي يلعبوا مع بعضهم. اميره شي هيت مي ان شي ديتي وانا تبغي لك مي يلا بنات ولد ليتس ايت. تنتمنى هذا اللحظه بفارع السحر. انت هي جاك الجع والله. لا انا ما عنديش مشكل، هذا الدجاج المدغمر. بصح يلا بسم الله. قولي ودابا حطينا الديسير. هدوء الاطفال ودابا حطينا الديسير. يلا مام كان يو جيت ماي جلاسز. اه بلاتي الموز فايتي الشمع بعدا وي. يلا بلاتي تو بلاتي كلكم مضروبين. مازال صافا شنو هو شعلتها؟ ودابا حطينا حتايا البنات، هذه هي الكيكه اللي شاركت معكم الوصفه ديالها ديال الكلمون العجيب. جات هكا درت عليها شويه الكراميل من الفوق. تجي زوينه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هادو هما هاد لي بيتي طارتيلات اللي عمرت، حتى هما ساهلين يعني تيسعفوا الوقت كيف ما تنقولوا. راه غادي تلقاوهم في البيكري فورمارت، لاباط ديالهم موجوده وصافي. خلاص كاب كيكس وشويه ديال الكاطو اللي مازال ديال العيد والرغيفه ولا طاخت ديالنا وصافي. واتاي بطبيعه الحال وغادي نجلسو ندردشو مع الاصدقاء وندوزو العشيه ديالنا كيف ما تمنينا ان شاء الله. هذا البنات الشكل ديال من عيالها عيالها بلادنا العربيه. ما هي ماشيه صح عيالها عندهم الجنسيه هي اللي مشكله مع ترامب مشكل. تمام معايا عيشة والله انا يعني نصور لهم الكيكه هنا تجي غزاله.
انا تيدوقوها البنات ونقول لكم انا تنقول تجي غزاله بعدا تنشكر في حاجتي يلا دي باسيت غزاله والله العاد هما البنات صافي تيشكروا لا لا قصه حلوه طبعا البنات شرينا الصديقه ديالي كي قلت لكم كادويات هدايا بهاد المناسبه فضروري تهادو وتحابو مقص الجلابه المغربيه انتم شوفوا صاحبتي كي جات الجلابه المغربيه اللي عطيتها تتبغي هي الحوايج المغربيين ديما تنجيب لها معايا حوايج من المغرب فيها الجياب ودابا عطيتها هاد الشليليبه هادي عجباتها قولوا لي رايكم في هاد هذيك اللي جابت لنا الشليليبه جايه سامبل صيفيه وفيها هاد اللوينات بيض وكحل ماشي البيت هادو الخروج اللي بقب دائما تنخرجوا بهم بحال عبايه تطلعي بها برا بحر بحر واللي بلا قب هي اللي وين على البحر لا ماشي البحر الشارع كده ولا تمشي شي مناسبه عزومه عند البنات كده مغاربه ولا يعني عرب انجنيير هنا البنات بغيت نشارك معكم هاد الهدايا اللي جابتهم لي صديقتي الجزائرية فجبت لي هاد الوريضات طبيعيين هكا في هاد الشكل هذا غزالين فبغيت نوريهم لكم وايضا نهديهم لكم تنهدي هاد الوريضات لكل المتتبعات ديالي وكل الناس اللي يشوفوا هاد الفيديو تنهديهم ايضا المتتبعات خصوصا اللي من الجزائر الاخوات الجزائريات اللي صراحه دائما تيساندوني ودائما تيدعموني في القناه تيخليوا لي تعليقات كلها حب فهاد الهديه الثانيه كي تشوفوا عباره على هاد الكاندل اللي بالحجر غزاله وجاتني في اللون ديال الديكور ليفين روم فعجبتني بزاف بغيت نقول لها شكرا وبغيت نوريكم ان المغرب والجزائر عادات وحده تقاليد وحده لان تلاقينا في كذا مناسبه وكنا مرة ما جات عندي للدار المره اللي جات عندي للدار فالدخله الاولى جات هاد الهديه فنفس التقاليد تقريبا اللي عندنا في المغرب ان فاش تمشي لشي عند شي حد اول مره دائما تدي له هديه كيف ما تنقولوا دخلتك الاولى فالتقاليد وحده والعادات وحده وتنظن اننا متقاربين في بزاف ديال الحاجات شكرا لها مره اخرى وتحيه للاخوات اللي من الجزائر صافي البنات كملت الحفله ديالنا على خير وبخير مشاو البنات صديقات ديالي يعني عاونونا جمعنا المعنات غسلنا كل شيء صافي هادي تقريبا راه الوحدات الليل وحدات الصباح زعما كاينه فصافي عينا غادي نطلع نبدل حوايجي نغسل وجهي وصافي هنا تسالى النهار وهنا تسالى الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم تكونوا خديتوا منه بعض الافكار البسيطه لضيوف الغفله ولا الضيوف اللي تتبغوا توجدوا لهم شي حاجه وكان ما عندكمش وقت كافي فنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم تلاقوا فيديوهات مقبله باذن الله وكيف دائما احبكم في الله